ده كلاكسول بكام الحاجات دي يا معتز؟ معتز هنشوف تشكيل ب200 جنيه حلوه قوي. ماشي السلوبتات اهي بنات، هي السلوبته ب200 جنيه علي. تطلع معايا حلوه قوي الفساتين ده، شايفين الفستان ده ب200 جنيه ما شاء الله، شايفين الاشكال دي سلوبتة، ده فستان ب200 جنيه حلوة قوي ده، شايفين الفستان ده ب200 جميلة قوي ده ب200 جنيه، شايفين ده فستان ب200 جنيه. طب قول لي رقم التليفون كده، تعالى هنا يقول لي رقم التليفون بتاعك. 012 26 00 40. انت بتفرش هنا ولا مكانك فين؟ هنا. بص ايه قدام الاسعاف؟ قدام الاسعاف. اسمك ايه بقى؟ معتز. معتز يا بنات، عنده تشكيلة فساتين حلوة، هنشوفها دلوقتي. اي فستان ب200 جنيه حلو قوي ده، شايفين الفستان ده ب200 عنده تشكيلة حلوة، وده كمان ب200 حلو، سلوبتة جميلة والقماشة بتاعتها طرية، شايفين اي سلوبتة من ده ب200 جنيه، دي كلها ماركات اهي ما شاء الله شكلها تحفة. ده كمان اهي، ده فستان برضك اهو، شايفين شكله ده كمان حلو، مش بتاعته طرية. اي فستان من ده ب200 جنيه ما شاء الله، التشكيلة بتاعته جميلة اوي حلوة اوي. البلوزة دي بلوزة ب200 جنيه، دي اهي سلوبتها فستان ب200 جميلة اوي، الفستان الاحمر ده شايفين شكله حلو اوي ده ب200، دي بلوزة جميلة اوي دي، اي بلوزة واي فستان ب200 جنيه جميل اوي ده حلو ما شاء الله، ده اسود جميلة اوي دي بالتيكت بالتيكت بتاعها، شايفين يا بنات اهي ده بالتيكت بتاعها، ده كمان حلو اسود زي ما انتوا شايفين التيكت بتاعها، في حاجات بتيكت عنده كتير اهي، دي كمان اهي بلوزة اهي بالتيكت بتاعها، اي بلوزة ب200 جنيه جميلة اوي دي ما شاء الله تحفة، اي كذا عنده كذا حاجة بالتيكت بتاعها، ده كله بلوزات اهي بالتيكت بتاعها يا بنات، شايفين شكلها من عنده بلوزات وعنده فساتين، ده دريس اهو شايفين شكله حلو، ده كمان جميل اوي ما شاء الله، عنده الوانات جميلة اهي بالتيكت، بلوزات بالتيكت بتاعها شايفين اهي زي ما انتوا شايفين كده، ده هو شميز بالتيكت بتاعه وده حلو اوي شكله عامل زي البروك كده بالظبط، ده فيست اسود شكله تحفة ده اسود كمان اهو
عنده تشكيلة فساتين حلوة بصراحة. ده جميل اوي، شايفين ده فستان اهو. لا ده بلوزة طويلة. حلوة اوي دي. التيكت بتاعها دي بلوزة اهي، التيكت بتاعها دي كمان بلوزة. وين اللي ورا هنا في بلوزات؟ في بلوزات خالص كلها بتاعت. بكم الفستان القصير؟ بمية؟ بمتين؟ ايه؟ بمتين صح؟ اه. شايفين اي حاجة من ده بمتين جنيه يا بني. ما شاء الله شكل الاشكال. كل الاشكال اللي قدامكم دي، في حاجات بمية وحاجات بمتين، فستان طويلة فستان قصيرة. ده كله فين؟ عند معتز في الوكالة يوم الحد. هو بيفرش فين؟ قدام مزبره على طول، قدام مبنى مزبره على طول، الشارع اللي في وشه. هو ساعات بيقف بره في الشارع العمومي وساعات بيقف في الشارع اللي جوه. عنده فساتين، وعنده زي ما انتم شايفين كده فساتين قصيرة وبلوزات، حاجات بمية وحاجات بمتين. حلوة عندي دي، كلها فساتين قصيرة اهي. اي فستان دي 200 جنيه. جميلة اوي دي فساتين اهي. اي فستان دي 200 جنيه. حلوة اوي ما شاء الله، شايفين شكلها تحفة. بقيت الفيديو بتاعنا مع بعض كده، زي ما انتم شايفين ما شاء الله عنده تشكيلة حلوة. في حاجات كلها، في حاجات بالتيكت بتاعها زي ما انتم شايفين حلوة. اول فستان ده جميل، ده ب200 جنيه. في حاجات كتير يعني، انت كل ما بتقلبي على الستاند بتلاقي ايه اشكال مختلفة وقصات. ده جميل قوي كمان، ده كمان ب200. ده حلو ب200. شايفين الشكل بتاعها؟ ده ب200 ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعها؟ ب200 جنيه. اهي ما بحصلها دي برضه. هي دي ب100 ولا ب200؟ لا ب200. جميلة أوي الأشكال اللي هي البلوزات دي. في منها الكارو، في ده فستان كده بدرجات بس شكله حلو. وفي بلوزات كل ما بتقلبي هتلاقي حاجات مختلفة. كل الستاند ده ب200 جنيه. يلا لو عجبكم الفيديو متنسونوش باللايك والشير. لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى إن شاء الله الفيديو القادم.